غرفة تشهد اجتماعا تقليديا لقيادات حزب التجمع، وغرفة أخرى وفي المقر نفسه تعج بعشرات المطالبين بإسقاط قيادات الحزب. هؤلاء دعوا أمناء التجمع من محافظات عدة لعقد اجتماع للجنة المركزية لسحب الثقة من القيادة وعلى رأسها رفعت السعيد رئيس الحزب. جناح التغيير والإصلاح رأى أن السعيد لم يعبر عن الاتجاه العام في حزب التجمع في مواقف سياسية عدة، آخرها المشاركة في الحوار مع النظام السابق قبل تنفيذ شرط تنحي الرئيس حسني مبارك. قيادة الحزب بالذات دكتور رفعت السعيد أولا دفع الحزب للدخول لانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى الأخيرة رغم التزوير بدون أي مبررات مقنعة. في عدد كبير من قيادات الحزب بترى أن هذه القيادة المركزية كانت متهادنة مع النظام السابق وأنها أساءت إلى سمعة التجمع بمواقف خدتها، من أهمها أنها كانت ضد الحركات الشبابية والاحتجاجية اللي قامت في مصر ابتداء من حركة كفاية وجماعة 6 إبريل إلى آخره. النصاب لم يكتمل وتحول الأمر إلى اجتماع تشاوري خرج ببيان يؤكد على حضور اجتماع اللجنة المركزية المقرر عقده في 12 من مارس المقبل والمدرج على جدول أعماله طرح الثقة في قيادة الحزب. لجأوا إلى إجراء غير لائحي، ومشكلة الإجراء غير اللائحي إن هو ده الطريق للانشقاق والانقسام. ولضمان تصويت لا يخضع إلى المجاملات في اجتماع اللجنة المركزية المقبل طالب جناح التغيير بسرية التصويت. تعمل تصويت سري مفيش مشاكل، أصل التصويت السري هو كل مشكلته الوقت، فنخلي موضوع سحب الثقة في آخر حاجة في جدول الأعمال والناس تصوت براحتها وتفرز براحتها، واللي عايز ينتظر النتيجة ينتظر واللي عايز يروح يروح. جناح التغيير داخل حزب التجمع ارتأى المضي في خطين متوازيين، الأول الإطاحة بقيادات الحزب وفي حالة الفشل إنشاء حزب جديد يمثل اليسار المصري الحقيقي على حد تعبيره. سياسات وتوجهات على مدى سنوات جعلت من حزب التجمع حزبا مهادنا للنظام السابق كما يتهم دعاة التغيير، وكما سقط النظام تتعالى الأصوات لإسقاط قيادات الحزب والعودة به إلى حزب معارض حقيقي. إنجي القاضي، العربية، القاهرة.